ومن أبرز العادات والتقاليد العمانية الأصيلة إعداد وجبة العرسية منذ فجر أول أيام العيد، حيث تعد الأكلة الشعبية المفضلة على موائد الطعام في العديد من محافظات السلطنة. وبعد انتهاء هبطات العيد وانتهاء الناس من استعداداتهم من تجهيز مستلزمات العيد، وبما يضفي الفرحة والسرور على أفراد الأسرة، تقضي كثير من الأسر ليلة العيد في تجهيز الوجبة الأولى الرئيسية التي يتم تناولها في ساعات الصباح الأولى، وأحياناً كثيرة قبل التوجه إلى مصليات العيد، وهي وجبة العرسية. وتعد العرسية الأكلة الشعبية المفضلة على موائد الإفطار في أول أيام العيد في أغلب محافظات السلطنة، وتصنع من لحم الضأن أو الماعز الصغير أو الدجاج مع الأرز. ومنهم من تكون وجبته الرئيسية الهريس حسب رغبة كل أسرة وعاداتها. We'll be right back.
تحدثنا عن ويتجمع الكبار والصغار على مائدة الإفطار في أول أيام العيد لتناولها أو تناول الهريس. وتقدم لأفراد الأسرة والضيوف وتوزع على الجيران والأرحام، ويتجمع الكبار والصغار على مائدة واحدة في جو ملؤه الفرح والابتسامة.